محمد المرشدي. اللي هي يا دكتور بقى القصه اللي بيشير اليها الدكتور عبد الوهاب، ويبدو ان انت تحمل اسرارها يعني وحمل ضخم. بس بتزعل. ما تزعل انت في النهايه، بس على الاقل نحط الناس في الصوره اللي انت بتواجهها ومجموعه التحديات اللي انت بتواجهها. لاحظ حاجه برضه، انت بتشتغل مع ناس عاطفيين، يعني انت بتشوف دموع والام ويمكن الناس يعني عايزه تبوس ايدك عشان تخش تعمل عمليه. فعلا يعني الحته الاخيره دي اللي ايده في الميه مش زي ايده في النار، الحته دي دايما بتؤرقني وانا بعمل وانا بشتغل. يعني ايه؟ اشرح لي اكتر. لان انا مهمتي هنا في الفريق ان انا اراجع الورق سليم ولا لا، ورق يعني قبل ما يروح يتراجع رسمي اراجعه انا، بحيث لو في ورقه مش مظبوطه، في ورقه فيها تلاعب، ده المراجعه الاندورز داخليه ايوه، بحيث لما تترفض ما يبقاش فيها ضرر. قول لي بقى حكايه القرابه دي عشان المشاهدين يعرفوا وضعيه المتبرع. هو القانون بيشترط لغايه الدرجه الرابعه. طبعا في ناس بتجيب بعد الدرجه دي، وفي ناس يعني بيبقى الورق بتاعهم في شيء من عدم الدقه، من عدم السلامه، تزوير يعني. لما بلاقي انا حاجه زي كده بقول له لا، يعني خلاص المتبرع ده ايه، ما المتبرع ده ما يعني انا هنا التبرع مسموح به للدرجه الرابعه. طيب خلينا اسالك سؤال، ولو لم تتوافق الانسجه في الاربع درجات دول اعمل ايه؟ بيتعرض بقى على الفريق الاحتمال ده. نعم، بيتعرض على الفريق الاحتمال ده عشان ما اخدش قرار فردي. ما تاخدش قرار فردي. هي حصلت زمان. يعني ايه يا دكتور بتقول؟ حصلت زمان ان احد اساتذه الكليه فعلا كان كل قرايبه غير متوافقين معاه. ده هو استاذ في الكليه كمان. استاذ في الكليه كمان. وكنا لسه في بدايه المشروع، وكنا لسه يعني يعني شادين جامد في موضوع القرابه. فاترفض المتبرع اللي هو الخارجي وما عملناش العمليه. والاستاذ راح عمل في مكان تاني. بعد كده احنا بقى دلوقتي يعني فكرنا فعلا اذا كان المريض كل قرايبه مش نافعين لحد الدرجه الرابعه مش متوافقين معاه، مفيش قرايب، طب يعمل ايه؟ هل يموت؟ فخلاص بقينا نعمل قرار جماعي، وبيتبعت الوقت للجنه العليا لزراعه الاعضاء بنستاذنها ان ده ظروفه كذا كذا، شجره العيله كذا كذا، مش متوافق، مفيش متبرع، فخلاص. نعم، في امراض وراثيه في العائلات. لا بمعنى يعني في مثلا امراض زي امراض ترس في النحاس، امراض الحديد دي بتعوق عملية النقل. هو أخته وابن عمه وابن خاله موجودة في العائلات دي، هو مش هينفع حد من العيلة يتبرع. طب مش هينفع حد من العيلة، والأساتذة كلهم دلوقتي واقفين أمام هذه الإشكالية. دي قضية، أسيبه يموت؟ قضية صعب بيروح إحنا. هو حضرتك لو فتحناها في لعب من الأبواب الخلفية. إزاي أقدر أضبط الإيقاع ده بدون المخاطرة بحياة يعني المريض؟ ما هو يعني في نفس الوقت أنت هيبقى في شبهه انك بتتاجر في الاعضاء لو فتحت الموضوع. في اماكن تانية بيتحملوا هذا في القاهره او في طب انت بتعمل ايه يا دكتور عشان يعني تضبط الضبط الاخلاقي ده؟ بتعمل ايه؟ انا بقول لحضرتك انا ممكن الي بس ان انا اتاكد ان الورق ده سليم. دي مهمتك. كويس قوي. سواء اي حاجه بقى بعد الدرجه الرابعه او اي حاجه غير قريبه بتتعرض في اجتماع يوم الاثنين، والفريق كله يا يوافق يا ما يوافقش، ويصعد الامر للجنه العليا بقى هي توافق تستثني او متفقش. بتدي استثناء يعني اللجنه العليا لزراعه الاعضاء ممكن تدي استثناء، بس استثناء قانوني في حاله عدم وجود قرايب للعيان. بس بتبقى مسؤوليه لجنه زراعه الاعضاء. بس انا اقول لحضرتك الى الان ما اخذناش مريض متبرع خارج العيله، خارج الدرجه الرابعه. ده هنا في المركز. يعني 1000 عمليه. في الالف كله 1000 عمليه. طب خليني فاكرين. نعم، يعني احنا مش المكان الوحيد اللي بنزرع، احنا ملزمين باخلاقيات معينه. عظيم. خليني اعمل تفقيطه للالف والمتبرعين. والمتبرعين اكثر المتبرعين زوجات ولا ازواج؟ ابناء. اقول لحضرتك اكثرهم ابناء ما شاء الله. وبعدين ومن الابناء البنات ولا الولاد؟ الاولاد. الاولاد. وبعدين البنات اكثر المتبرعين الابناء ومن الابناء الاولاد. نيجي بقى للزوجه والزوج. اكثرهم زوجات. زوجات يتبرعن الازواج. حوالي 100 زوجه اتبرعوا لازواجهم. وسته ازواج اتبرعوا فقط. فقط. الفريق كم 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 تخصص وكم شخص وكم عنصر؟ 27 يعني اللي بيشتغلوا على الطاوله او الطاولتين. لا مش الجراحه يا باشا،
لا كذا تخصص جراحة. صدري فن جراحه تخدير وعنايه مركزه اشعه بطنه تحاليل تخدير تخدير وعنايه مركزه ده قسم في كمان المناعه والتحاليل اللي هي التحاليل بقى الانسجه في انت بتتكلم عن 27 يشكلوا مثلا مجموعه من التخصصات 10 تخصصات عشر بس تخصصات. الاهمهم عددا الجراحه والتخدير وبعدون البطنه في العدد خلاص يعني اكثرهم يعني اكثرهم مش بنقول اهميه الكل له اهميه انما العدد الجراحه 12 التخدير 8 أو 7 البطنة 5 الأشعة 3 الأنسجة 3 يعني وهكذا هو الحقيقة واحدة اللي عايز هذا الفريق المدرب شدة التجانس الرهيب نمرة 2 لا يحكمهم إلا مصلحة المريض تاني كده التجانس بمعنى إيه؟ التجانس يعني حضرتك اشتغلوا مع بعض كتير؟ جدا لا ومتفقين حتى هارموني يعني الفريق جديد بالظبط وقت قصير جدا وبيندمج في هذه المنظومه يعني لانها يعني الدكتوره اندمجت لا دكتوره ما شاء الله ده بقى يعني احدى يعني اعمده البرنامج دكتور حضرتك احنا يشهد الله قبل كل ما نتقابل قبل ان نتبادل التحايا والسلامات اقول له المريض الفلاني اخباره ايه اطمن على المريض الفلاني هو يطمني على المريض الفلاني بعد كده نقول ازيك اخبارك ايه صباح الخير دي حاجه انا ما شفتهاش انا كان ليا فرصه على مدار الساعه سواء بالتليفون او باللقاء انا كان ليا فرصه ان انا اخد ماجستير في زراعه الكبد من جامعه برشلونه انا شفت هناك البرامج وشفت النظام النظام عندنا لا يقل باي حال عن اي مركز من المراكز المتقدمه في اوروبا وامريكا نمره 2 يزين هذا الفريق الجزء اللي لسه عاوزين ننهض بيه شويه هو البحث العلمي دكتوره كان